نبدأ من إنجلترا بديلي ميل الإنجليزية اللي أكدت أن نادي ميلان الإيطالي انضم لنيوكاسل ومانشستر يونايتد في سباق التعاقد مع مهاجم إيفرتون دومينيك كالفريت مقابل 35 مليون جنيه استرليني، خاصة أن الفريق الإيطالي بيبحث عن بديل لأوليفا جيرو اللي انتقل إلى الدوري الأمريكي. ديلي ستار الإنجليزية، ما زلنا في إنجلترا، أكدت أن بايرن ميونخ مهتم بضم برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، وأكدت الصحيفة أن اللاعب لديه شرط جزائي في عقده بقيمة 50 مليون جنيه استرليني، ويسعى النادي الألماني لدفع المبلغ والحصول على خدمات اللاعب لتدعيم البايرن في الموسم القادم. ديبورتيفو الأسبانية أكدت أن رافينيا لاعب برشلونة تلقى كمان عرض كبير جدا سعودي بقيمة 80 مليون يورو تحديدا للانتقال إلى الهلال السعودي. أكدت الصحيفة أن النادي السعودي كمان رفع العرض إلى 90 مليون يورو، إلى أن النادي الكتالوني يرغب في الحصول على 100 مليون يورو للسماح برحيل اللاعب إلى الدوري السعودي. ده كانت الصحف العالمية. هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل معانا الناقد الرياضي إيهاب الجنيدي نتكلم عن اليورو ألمانيا 2024.